قلبك على حبة 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 الغيطان بتحلى ايد في ايد في ايد تبقى الدنيا عيد قلب على قلب نملى الدنيا حب صاحب على صاحب على صاحب كمان على ايد العنب على حب الرمان نبقى سنابل ساعة الأمان صباح الخير يا مولاتي، كيف الحال؟ تمام؟ الحمد لله. يا حبيبي مكسوفة منك، مكسوفة مكسوفة منك. أيوة أيوة. يحدث الآن مباشر من أبحر لايف برودكاست نقل الحركة أثناء حدوثها ده يعني تسجيل الحركة أثناء حدوثها بالمشاهدة كده عامل لي الفكرة في حد ذاتها إنه وأنا ماشية كده في الدنيا من غير المرايات هذه اللي بتعكس الوجه خلاص فأنا ماشية في الدنيا ما في انعكاس للوجه غير في المنظور لكن المراية اللي زي دي ولا المراية اللي زي دي اللي هي المصقولة دي اللي تبين فاهم ثلاثية الأبعاد هذا قصدي المراية اللي تسجل أو تدون وتنقل وتعكس ثلاثية الأبعاد ده إلا من يكون في طبعا جسد آخر معايا which is not the case right now فهو ده إنه أثناء حركة الجسد خلاص في أسلوب إنه في مراية اهي لايف فاهم كيف بتعكس وتنقل حركه الجسد وقت حدوثها خلاص اهو وقت حدوث حركه الجسد فاهم كيف اللي هو كيف وانا بتكلم يعني وانا بتكلم كيف يكون حركة عضلات المسؤولة مثلا المنظور ده يسموه بورتري بورتري كده خلاص ف if I'm not standing in front of a mirror فاهم كيف وقاعدة ارسمني فاهم كيف دائما بأرسم من الذاكرة ولا كيف صح فبالتالي الحين وأنا بتكلم شايف الحركة حقة الوجه تقاطيعه الضوء اللي نازل عليه مش عارف تفاصيل خلاص
It's I'm fascinated about this now. لأن حالة اكتشاف إنه الواحد فعلا كده شكله. This is so real now. No more, no, يعني ما في monitor, ما في editing, ما في ولا شيء. It's live. فاهم كيف؟ يحدث الآن. فالعقل is registering إنه هو فعلا كده. ما بيضطر يذهب في الحتة اللي هو بيروح عادي. ايوه growing up and يعني receiving all this 3D experience. 3D experience, ها؟ باللغة البصرية اللي هو أشوف البعد الثلاثي، الجسد الثلاثي اللي قدامي، ها؟ بالمنظور حقه، بص ها؟ شوف التفاصيل، خلاص؟ and I immediately know the what this portrait or this body, ها؟ من المنظور، من لبسه، من حركته، body language of course، من body language، لأنها كلها عضلات، فاهم كيف؟ فالعضلات فيها دم، والدم جميل القلب، بسط وقبض، فهذه كلها اسمها حركة الجسد، صح؟ فجالسة دحين مع مرايا صادقة لأول مرة. مع أن ما هي ثلاثية الأبعاد، فما أدري هاو. المهم it's like this. خلاص طيب تمام. فالعقل يدرك الكتلة، العقل يدرك الكتلة اللي نازل عليها الضوء بتتحرك. تمام. صباح عسل حبيبي، كيف الحال يا مشمش؟ ايوه. الحالة هو فتقول الحمد لله، الحالة هو فاهم كيف؟ فما يحتاج اقول انا الحمد لله كويسة، مش عارف يعني انت عارف اللي هو بصيت في نفسي اهو، فاهم كيف؟ لقيت الضوء نازل، ادركت وجود الضوء، ادركت وجود ذاتي، عرفت المسارات، مش عارفة ايه في المنظور، براخ براخ براخ، خلاص. و سافا ادراك العقل، مثلا انه دفيان الجسم، انه محضون الجسم، الخشونة الناعمة دي، القطن عبارة عن خشونة ناعمة، انه سميك لانه فاهم كيف، لكن ناعم، يعني مثلا مو زي الخيش، مو زي الشبك حق السعف، فاهم كيف، وهكذا. فالنسيج خشن ناعم على سطح ناعم، فعامل كده حلو. هذا اسمه ايش؟ هذا حال. لما احد يسأل يقول لي كيف الحال، هو ده الحال، خلاص. لا، في العالم الخارجي بتاع ثلاثي الأبعاد، بتاع لغة غير اللغة البصرية، لازم هرش. فاهم كيف؟ صحيت من النوم، عملت قهوة وأكلت العصافير ومدري إيش. طيب بتسوي؟
طبعا الدوم يقول لك صحيت من النوم ما بتسوي ولا شيء يا عم صحيت من النوم وقاعدة لوحدك ما تطفشي عم الحمد لله صحيت يا جماعة أحد سمعني صحيت من النوم هذا يوم آخر هذا مش داخل صحيت كنت نايمة وصحيت خلاص التفاصيل بقى طب ما تعرفي انت لو اشتغلتي حتى لو 4 ساعات عارف كيف عشان تشوفي ناس وتقعدي مع ناس وترجعي تقعدي مع نفسك بقى. لا انا صحيت من النوم فاي هو كده لا هو احترام طبعا لانه ادراك العقل ادراك العقل انه هي حكاية اللغة خلاص بس حكاية طبيعة الأشياء بس خلاص فبعدد الأجساد ثلاثية الأبعاد اللي على قيد الحياة شوفي بعدد مهول ها في لغة لكل جسد لغته بالتمام والكمال ده فالعقل يدرك التعددية دي خلاص في الـ in the experience ها انه ما كان في ادراك من الاجساد ثلاثية الابعاد لقيد الحياة اللي هي supposedly to be the mirror of this body فthe mirror ما عندهم إدراك بالتعددية عندهم إدراك إنها اللغة حقتهم هي ما في غيرها أنا ربكم الأعلى فما فهمت ما فهمت اللعبة حقتهم هذه فاهم كيف وبكل احترام بكل احترام انه هو ده على قده انت فاهم انت توصل لمرحلة انه اللي قدامك ده ما هو حاسس بذاته فاهم فما هو دريان ايش بيقول لانه انا ومرأتي كنت مع بعض خلاص هذا الجسد عاكس المراية ثلاثية الابعاد ثلاثية الابعاد على قيد الحياة وثلاث الأبعاد على قيد الحياة عاكس ثلاث الأبعاد على قيد الحياة نقطة على السطر تمام؟ نقطة على السطر بالنسبة للإنسان يعني ما هذا العقل هو ده إدراكه ده اسمه توصيف حال تسجيل يوميات أي حاجة تبي تسويها بس this is how the brain is perceiving life, right? This is the language. هذه الطاقة اللي جات حركت هذا الجسد بتعمل فيه ترى والله العظيم بتعمل فيه كده. العقل حبيبي ما هو اللي بيحرك ال اليد تحركت من هنا لهنا هذا منظور صح؟ طيب مو العقل اللي حركها خالص العقل is what recognizing there's a movement ما بتحصل هو بيدركها بيشوفها يعني في دبانة دحين خلاص دبانة دي العقل بيسمعها لكن بما انه هو ما هو شايفها ما هي فارقة معه ما هي مرايته ما هي فارقة معه يبقى حكاية شوف اتفقنا على انه الشوف اللي هو اللغة البصرية من الابصار له علاقة بالضوء ادراك وجود الضوء
فهذه لغة العقل تمام، وهذا التسجيل، وهذا تسجيل العقل الآن يسجل الذي يحدث، register بيدخله الذي يحدث. بهذا هو المشهد، هذا هو الرزق، هذا هو الإطعام، هذه الحياة أصلا. خلاص، أي حاجة، أي حاجة يعني تنزل عليها مرايتي. خلاص، ما أحتاج أتكلم. When they say like كثيرة الحركة you're moody، احنا ما نفهمينك، طب انت ليه كده، طب اشرحينا اللوحة، طب ليه كده بتقعدي مع الاولاد، ليه لابسة قصير، ليه لابسة بنطلون، ليه بتقولك، انت عارف كل ده، كل ده عبارة عن ايه. I don't know they were talking about themselves or something. يعني في حالة من انه انا سامع انه هما بيوجهوا الكلام ليا، بس ولا شيء من اللي بيقولوه لا انا شايفته في نفسي ولا حسيته في نفسي ولا اعرفه عن نفسي. And they're just talking, so I'm mirroring them. يعني اي احد بيتكلم عن اي حاجة يشوف نفسه الاول، لانه لو ما هو مدرك، ما هو مدرك انه هو وجوده في حد ذاته، لادراك الوجود في حد ذاته، ما ادري يا حرام في حتة تانية ولا طيب. ايوه انا ما اعرف اتعامل مع احد يتكلم من باب انه هو بس بيتكلم وبعدين يعني الكلام اللي هو بيقوله ما بيلف ويدخله عشان يدرك هو ايش بيقول، فتلاقيهم بيطلقوا كل ال يعني اللي هو اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيطلقوا كده حالة عنف. يس، تربى وترعرع. البيئة الحاضنة كانت عنيفة. بالمقاييس، بالمقاييس التوصيف الآن لحاجة حصلت في الماضي، بمقاييس الماضي، مش إنه I'm feeling bad now. بالمطلق it just then it felt so confusing. يقول لي أحبك وضربني، it's so funny. فاهمة كيف؟ والأخت الثانية تجاهل تام، يعني روح وبتكلم معها وأوريها اللي بكتبه وأوريها اللي بأرسم، بحاول يعني تعرف أبطش اللي هو غريق ومتعلق، يعني متعلق بمدلع يدي طول الوقت، ترى ماني عارفة أعبر عن نفسي، ساعديني، أنا بقول لك شيء ما أبدا ما هي موجودة. الموضوع كان ما أدري، كان في الحالتين مع بعض اللي هو مو الرفض تماما، اللي يقول الإهمال، الإهمال ومحاولة السيطرة، يعني أبي الله يرحمه اللي هو يكون لك يقول لك أنا بنتي ما تغلط، وش ينيبني انك تقولي متأسف، انت خلاص غلطتي، عارفة كده اللي هو انا ماني فاهمة يعني ايه بنتك، امال انا ايش، عارف اللي هو the image that، لان هو دي الحكاية كانت كده صح، هذا مها خلاص، امي شايفة مها اللي هي شايفتها، وابويا شايف مها اللي هو شايفها خلاص. فلما يجوا يهرجوا معايا، واحد فيهم يجي يهرج معايا او صادف ان هم بيتكلموا معايا، فاهم كيف؟ they don't see maha, they're talking to themselves. To their own maha.
each have their own. خالص. طيب فكان الادراك عبارة عن ايش؟ ايوة هذا ضفيرة ليكم انتو الاثنين اتجمعتوا وجبتوني ترى ها؟ فاللي مو عاجبه اللي شايفه يروح يسأل نفسه اما وانا اللي جبتني كده؟ تفاهم؟ كان الحوار داخلي بالنسبة للمشهد بتاع الطفولة المشردة اللي انا كنت فيها دي كان كده حوار داخلي اماني فاهمة وما يشبههم عاملين زيطة وما جنيته عن نفسي اماني فاهمة تمام ايوه حبيبي ابويا لما كنت اقول الحقيقة فش بضربني بس سيريسلي ما كان عنده لعب كنا في امريكا وقاعد يزعق ويتكلم كتير وبيهدد بالوعيدي ومش عارفة والواد ما هو فاهم ايش ده انت ايش بتسوي فانا بقول له ترى هو انت بس لغتك لغة عنف وقاعد تصرخ ما تفهم الا في الضرب يعني فراح انا كنت جالسة وهو واقف وبيهرج اخويا وفراح جاني الكف على طول he's proving the point by doing that انت عارف okay fine so are you mad now at yourself that you this is the only thing you know why are you mad at me انا مرايتك يا اخي ايوه فهو كده علاقة هذا لكن تماما وجود حبيبي ابويا كان صاحبي ترى والله ما ينفع قلبي وقلبه اصحاب ها لكن تصوراته اللي كانت في الحرام والتنشئة حقته وهو ابوه كان عنيف يخرب بيت كده يعني القصة ترى هي كيف تيجي للجسد ده انا اقول لك الانثى يعني اكس الام واكس الذكر صح تمام كونت انثى تمام خلاص ابا الهرجة حقت الاكس دي مكونات اللي جات من الام واللي جات من الاب ها طاقتهم جات اتجمعت في حتة كونت هذا الشيء طيب ذكريات حلوة ذكريات دي ذكريات الاكس حقت ابويا بذكريات الاكس حقت امي بتعليم انت فاهم every essence what they know what they felt how they lived what they remember كل ده جاء في خلاط هنا حصل عمل الضفيرة تكون النسيج ده تمام انا ما فهمت why are you mad at me انتو ما انتو عارفين يسألكم طيب يا حبيبتي امي حرام بهدلت الاولين والاخرين والله لانه ست خديجة كانت يا الله والله فرعون موسى ست خديجة دي المهم وهي كمان يعني جوزت عمرها 9 سنين ما تعرف استنت لما تبلغ عشان يدخل عليها بس اهو هرج فاضي فهذا كله فاهم كيف امي لما كان عمرها 6 سنين سابت the familiarity and the comfort of what she knows and loved and مدري وابوها ها وراحت مصر شالوها كده هيلا بيلا وهي عمرها 6 سنين ودوها مصر عشان يتعلموا البنات وابوها ما في لانه لازم يشتغل عشان يعيشهم وما لوا ورا وبعتهم الحكومة يا اختي ما كانت تبعت بنات كانت تبعت اولاد فاهمة فالراجل كان لازم يشتغل حبيبي واصل حق بعثات وكانت ليلة سودة خلاص
فلما جات يعني لما جاني من الاكس حقها ها جاتني هرجتها فهم؟ فانا مدركه هرجتها اللي هو في ذاتي انا مدركه اللي جاني منها وهي ما هي مدركه انه عندها فكانت لخبطت الدنيا والاخره كيف ما انت حاسه بنفسك كيف ما انت عارفه نفسك كيف ما انت شايفه اللي بتسويه اللي سلك ترى كثير خلاص وجاتها مدري ايه من الحاله النفسيه اللي هي كانت فيها اضطروا يقصوا لها شعرها وكانت ان هي يعني ستي هاي كانت تقول امي كانت تقعد فوق اللي هو العتبه فيه كده زي الكرسي خشب صغير قاعده يعني ها توقف فوقها علشان ستي هاي تقعد تحميها شعرها نازله على الارض تمام جاتها جاها جدري حبيبتي وحراره مرتفعه وما ادري ما حد فاهم في البيت فاهم كيف فسابوا كله صار اثره هنا حبيبتي حراره عاليه وهكذا كانت حبيبتي لدغه خلاص كانوا يتريقوا عليها ويقولوا هي بتقول نكت كانوا يقولوا هذه ست المجنونة وهكذا خلاص أمها رمي أمها ست خديجة ما تقرأ ولا تكتب حبيبتي خلاص وراجل البيت ما هو فيه ما أدري اختاروا فايزة دي إنها تقوم بمسؤولية بدري بدري وهكذا خلاص now she accepted it completely as إنه that what happened فاهمة كيف لكن I don't know she sort of pushed it away. It felt so bad. It hurts. She cannot say no. أبوها ما في ست متسلطة وهكذا. خلاص. أنا كنت مرايتها وهي بالنسبة لي أول أنثى. وكيف أتعرف على ذاتي إذا ما أعرف أمي؟ هي أمي بتعكسني وأنا بعكس أمي. أمال كيف؟ هي ما موجوده ولما تيجي تهرجني ها وتكلمني يا حبيبتي بادي لانش حقها بالضميط خالص خالص فاهمني فاهمه is it me طول الوقت تقعد يعني مش كان يقعد يسال is it me maybe I didn't say it right وتقولي ايش you have self doubt بالطاقه اللي جاتك بالاحساس حقك تكدي بعينك بقولي شايفته علشان ما أدري فاهمة كيف؟ وطبعاً أبوكي وما أدري هو مين طيب بالأمان بالأمانة كده خالتك هدى عمتك لبابا ستك هيا خلاص وحتى فاطمة محمدية اللي هي خالة أمك أخت ستي خديجة عادي من أطيب وأرق وأنعم ودمها خفيف من جد زينات صدقي آخر حاجة فاهم كيف؟ هما الستات اللي فهموا ايوه ميودة صح عمتك مايدة احيانا خيرية احيانا فاطمة حبيبتي وي احنا نسينا ستنا فاطمة حبيبتي هذه ما كان معاها هرج كنت طالع في عيونها واحنا قاعدين نشرب الشاي وانتهى الموضوع ما كانت تهرج وما كنت اهرجها واحنا فاهمين خلاص هي ساعات حبيبتي تقعد تحكي لي حكاياتهم وقصصهم وانا كنت استمتع for sure I love stories بس basically ما جت قالت لي كاني وماني ودكان الحلواني كنا طول بعض والله العظيم حتى انا كنت تكة اطول منها لانها في شيخوختها بتكسر بتكش فاهم كيف فالظهرة خلاص اتنحت لكن في الصور في عزها حبيبتي واي
غالي حمزة كان يقول عليها ستنا مريم انها كانت جميلة الجميلات وبالمدورة حقتها كده، وكانت تشرب سجاير، والصور اللي هي ماسكة السجارة كده والله العظيم ريوشة ريوشة. فدول عاد خلص مشيوا. ايوه لا ماني ولا عزاء ولا مدري مين ولا مدري مين ولا مدري مين، ها كل البنات دول، ولا عمتك ولا يعني ها كل دول اسمهم اناث صح؟ دول ما دول اللي كانوا موجودين بس ما هم كانوا مرايا، كانوا يعني كانت مرايا خادعه، ما هي ثلاثيه الابعاد حبايبي، ما هم حاسين بنفسهم، فخلاص عايشين بصوره، عايشين بثنائيه الابعاد مش بثلاثيه الابعاد، طول وعرض وارتفاع وعمق. الارتفاع اللي هو العمق اللي هو محشي طبقات، ما هو بامبو، فما ينفع عايشين بإيمجز طول بصورة، فبيعكسوها، فما ما تعني لي شيء كانت ولا ما زالت، انت فاهم؟ فلما احد يجي يقول لي انت مين، فاهم كيف؟ لما تكون واحدة ست أطالع فيها أقول لها، يعني إيش أقول لها؟ واحدة ست بتسألني أنت مين؟ أنت إيش؟ إيش تحبي؟ مش عارفة. طب أنا بطالع فيها فأنا بقول لها أنا هو ترى السؤال موجود من غير ما أتكلم، أنت ما أنت شايفتني، أنت شايفة إيش؟ ولما الراجل يجي يسألني كيف الحال؟ الحمد لله، ايش عاملة؟ مش عارفة انت مين؟ ايش تبي؟ الرجال يحبوا يسألوا ها ايش تبي؟ انا فاهمة، انا عارفة، انا ما اعرف حكاية انت عايزة ايه؟ سؤال حق عز حبيبي، طب انت عايزة ايه؟ فاقول له ما اعرفش، فيقول لي طب انا اعمل ايه؟ قولي لي حاجة اعملها ارجوكي، خليني هساعدك. مكتئبة تودا؟ لا حبيبي مني مكتئب، فهو بيسألني كيف الحال وانا بطالع فيه، انت ما انت شايف؟ طيب احنا مش عكسين بعض ولا انت ما انت شايفني؟ ما ادري. فبيسأل اسئلة هو هي تعنيه لانه ما كان شايفني. فارد عليه اقول له ما اعرف، لا اله الا الله، مانيش دراني هو شايف، وهي لخبط في الكلام الداعي الغلط يعني.
محروم من الحنان. صباح الخير. يا حبيبي تعال شوف اللي جراني من بعدك. ده كان هنا شوفوا عجايب الأمور في الزحمة زوغ مننا. المشمش قهوة مع مشمش أنس. هو العلاقة عبارة عن المسافة ولا كاف. خلاص الألف لباء. خلاص تمام. عشان بس إيش حبيبي العقل يعتقد إنه في حاجة بتخرج من العقل بتروح القلب خالص. توقف الحركة عند العقل ابتداء الحركة عند القلب. ليش؟ لأن العقل ثابت القلب متحرك وبيعمل كده طول الوقت طول الوقت. صح؟ حركته طول الوقت. As long as you're alive then it's like this. خلاص؟ Coming up from here to here. خلاص. فهذه المحطة الأخيرة. فالعقل ما يرد خالص على الطاقة اللي جاته. ما يرد. كيف يرد؟ يخرجها يا بنتي. العقل يدرك وفي طاقة جاته. خلاص. بس ليش؟ لأنه هذا هو منظور جديد. صح؟ بطاقته. انت جالسة لكن عينك بتتحرك. كل مرة عينك بتتحرك لها طاقة لأنها منظور جديد. هي كيف؟ هيوة منظور. يعني ايه؟ يعني تتبع حركة الضوء. وده المنظور. صح؟ طيب يبقى ايش اللي مالي المكان قدامك؟ هذا هو المشهد. برا عن ضوء. حتى وانت جالسة العين بتتحرك. العين ما هتقدر تمسكيها. انها بتتحرك بامر القلب مش العكس. مش من هنا. انت بيجيكي من اشارات العين حبيبتي. لكن العين بتتحرك بامر القلب. حلو امر القلب دي. حبيبي حبيبي والله ما له في الامر ولا في النهي هذا القلب. يا اختي يا ناس بتجيله طاقة فبيعكسها. معروفة بتجيله طاقة فبيعمل كده انتشار. التساؤلات حقت العقل انه هو الصوت والضوء والكلام ده هذه
الجانب المادي للطاقة، فاهمة كيف؟ هذه اللغة اللي يحتاجها ثلاثي الأبعاد، هذه من احتياجات ثلاثي الأبعاد، وبالتالي سبب وجوده. دائما كده الكتلة موجودة كوظيفة مو بس كشكل. أيوة، الجسد بيتحرك لهذه الدنيا استخداما لأطرافه لتلبية حاجة المحرك الجسد، تلبية حاجته. ليه جاء؟ ليه اتخلق؟ ليه اكس فايزة واكس مسعود هم اللي تلموا مع بعض عملوا الكائن الأنثى اللي اسمه مها؟ هيا كيف؟ فهو العقل مشغول باللي جاله، العقل مشغول بالطاقة اللي جاله عن إدراك الطاقة اللي جاله. مبهورة، you're so overwhelmed with life. كتير كده، and just like fascinating. It's fascinating. خلاص. طيب، يعني لا يجيك أوهام إنه هذا لك في ناقة ولا بعير ولا لا. تشوفي أنت قاعدة أو مستأنسة على الكرسي بتتفرج على المشهد طول الوقت، تتبعين الحركة كعقل، تتبع الحركة، حركة عين، حركة لسان، حركة جسد كامل. لو كان في كتلة تانية، لو كان في أحد معاكي، تتبعين الحركة وهكذا. يبقى العقل ما يفهم في الدنيا دي غير تتبع الحركة من العين. يبقى العين هي اللي بتتحرك من القلب، والقلب أصلا بيتحرك بطاقة جاته. يبقى إيش؟ يبقى العقل بيدرك الطاقة اللي جاته. واحد اثنين سرقي مرقي، انت حكيم ولا تمرقي؟ انا حكيم الصحية. هذا كله ما هو موجود. ما الاشي اللي موجود؟ اللي ادركه العقل. خلاص، والتخيلات والسينما المفتوحة اللي العقل ده شغال بيها. ايوه، نسأل السؤال المهم، من اين اتيت بهذه القدرة على انك انت تعمل السينما دي؟ ها، خدتها من الطاقة اللي جاتك ولا كيف؟ خلاص. طيب، تعتقد انك انت اللي بتعمل السينما دي، ولا الطاقة اللي جاتك خلتك تدرك انه في سينما بتتعامل؟ هو العقل مفعول به طول الوقت ولا كيف؟ يعني ايه برمجة؟ يعني ايه برمجة؟ جهاز، حلوة دي، كتلة بيتم تلقينها لغة ما، مفردات ما، عناصر ما، you know. طيب، يبقى العقل يدرك ذلك انه هي الحكاية حكاية لغة. طيب، يبقى يدرك وجود يدرك وجود اللغة، يدرك وجود اللغة، اللغة الصوتية، اللغة الضوئية، اللغة الحسية اللي يسموها الأفئدة. خلاص،
إدراكهم. خلاص، فالطاقة اللي جات للعقل، الطاقة اللي جات للعقل هي سبب وجود العقل إنه يدرك هذه الطاقة بس، ما في حاجة تانية للعقل يسويها غير الإدراك، لأنه الإدراك بعد إدراك، لأنه الحركة مستمرة، الحركة مستمرة، القلب يساوي شغال. طيب، بإدراك بعد إدراك بعد إدراك، ما ينفع تعملي بوز وتعمل قصة أثناء الحدث. كيف تكون قاعدة تتفرجي على الفيلم خلاص وتوقفي علشان تروح الحمام، صح؟ انه تعتقدي انه دخلتي نومتي فانت عملتي بوز تنامي يعني، ولما تصحي اللي هو لما اليوم صحيتي اول شيء تعملي ان بوز. لا، مو كده، والله مو كده خالص حبيبة. الطاقة اللي جاتك، اللي انت أدركتي وجودها، فأدركتي وجودك، هذه الطاقة اللي جاتك ما سألتيها، ما استصفرت عليها، ما قعدت تشمشمي وراها، ما تتبعتي حركتها، لا، مشغولة بآخر مرة اللي هو قبل النوم كنت فيها على قيد الحياة بطاقة هداك اللي عدى 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 حرك الجسد 500,000 مرة وانت نايمة. فكده الله أعلم، سبحان الله، مو انت كنت اسمعي الوضع حق الجسد آخر مرة شاف نفسه فيها، ها، غير وضع الجسد اللي هو أول مرة يدرك فيها لما يصحى من النوم، صح؟ طيب، هذول منظورين مختلفين، فبالتالي طاقتين مختلفة ما حقت بعض، ما هي ممتدة، في حاجة اسمها كده. إيه لو الحكاية حكاية الخروج أو إن هي المحطة اللي هو بدأ ده ألف، إيه خلاص، لو الحكاية حكاية إنها خروج، أنت مدركة إنه في خروج. طيب، متمسكة بالطاقة اللي جاتك اللي هي عبارة عن صور، أنت بتدركيها صور وعجبتك يا بنتي، طيب خلاص راحت. خلاص، طاقة المشهد اللي دحينا هذه كمان رايحة، صح؟ وهكذا، يبقى الإدراك بعده إدراك بعده إدراك، ما في بوز وتشغيل سينما صامتة كده من منظور مخ آخر اللي هو كله في الماضي، كله في حكاية الميموري اللي انا عجبتك فتمسكت بيها. انت متمسكة بوسخ الدنيا، مات هذه الحتة، ماتت، كائن غير حي، لنا ثنائية الأبعاد، ما هي جسد الكتلة الحقيقية حقتك، بس انت اللي بتشوفيها وانت اللي متمسكة بيها. هدول الناس عايشين ترى، ليش؟ لانه المشهد اهو بطاقة، تحسين بالطاقة حقت المشهد، تل حاسة انه المشهد جديد اما فهمته، خليني اروح العب باللي اعرفه، دائما عايشة في الماضي يا بنتي.